بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر سبحانه وتعالى. ربنا خذ بأيدينا إلى حيث النجاح والفلاح يا ربنا يا من أحللت لنا النكاح. فنتصور إن كان النكاح ليس حلالا فنقع كلنا في تبعات الزنا، وهو محرم تحريما ثابتا لا يتطرق إليه الشك. نرجع إلى القرآن العظيم، يقول ربي الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا باش تكون لاكت سيكسيال سيباني، انت توا في حالة الإحرام، انت توكل لله قائم بالأمور كلها لله. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فسوق تخرج عن طريق الله، ولا جدال تقتل في الحرم صيدا، ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلم الله، كل خير مش تأتيه وقت أنت في قضاء الحج ذاك، الله يعلمه. مش تقول ربي مش ينقصني من الأثمان اللي مش هتيالي للصلاة، إصرار دي غروند فالور. يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، عز زاد اللي مزيد زيد فيه في الأيام هذيك هو التقوى، تتق الله دائما. التقوى هنا مع الحج ما أنا مربوطة ربط كما تقول أنت عضوي، يفهم بالضبط القرآن الناس يفهموه والسلام. مش قال حج وكما تقول أنت شرب ما زمزم وجاء للبلا متحزن، يعني عكس ما مطلوب منك. ألا لا طول على ظن، وهذا من قبيل العرب ليس بالمستغرب. نسأل الله السلامة.